سمر لوين؟ في كم شغلة بخصوص الحفلة بدي اشتغل فيهم مشان خلصهم على بكير. تشتغلي الصبح، تعالي نامي. ما عم بقدر نام قبل ما خلصهم. بتحبي ساعدك؟ لا حبيبي ما في داعي. بس ما كون فيقتك. حدا بينام بهالوقت؟ عم بسمع موسيقى. شو عم تسمع؟ جرانج. فكرت ما رح تتصلي، ما رح شوفك؟ ما بعرف. بكره عندك شي؟ بابا مسافر على امريكا بعد بكره، يعني رح ضل معه طول النهار، وبعد بكره مدرسه. بشوفك بعد المدرسه؟ السائق بياخذني وبيجيبني. ما بعرف، بركي بكرة إذا دبرتها بقدر شوفك. إيه دبريها. بشوف. مستني منك خبر. طيب، تصبح على خير. وإنتي من أهله. بكفي بشرة، دخنتيها. أصلاً نزعت السهرة. أنا ولا أنت؟ لو بدي ضل لحالي كنت استنيتك بالبيت وتركتك تنبسط مع رفقاتك مثل ما بدك. بشرة ما في داعي لهذا الحكي. ما ضليت عندهم غير دقيقتين. معناته صار لازم تشتري ساعة جديدة. تركتني لحالي يا أستاذ. وانت رحت مع رفقاتك. انت عم تتصرف قدام العيلة شي، ولما منكون سوا عم تتغير. ليش حتى نتزوج؟ طالما حضرتك ما بدك تهتم فيني، ليش لبستني هالخاتم؟ Thank you.
أنا بحبك كثير كثير، لك كثير بحبك. أنت مانك طبيعي. مزبوط حبيبتي، حبك اللي جنني. لك خلصنا. دقيقة شكل رح تجنني، ما عم افهمك. لو سمحتي خلينا ننهي المشكلة لأنه أنا تعبان. بس ما فهمت ليش هيك. بشرى خلصنا. عيناك وشفتاك كلهب جهنم يشعلانني بحميم نارهما، فمات شيء لديك لم أستطع معرفته يقود الإنسان إلى الجنون الحميم.